مع فريق قوي ومحترم وعنده مدير فني قوي ومحترم الكابتن حلمي طولان. لكن بقى كل اللي بيتقال اصل ده مش عارف بيعمل ايه وده بيفوت ايه وده كل ده الحقيقه بيتقال على بعض لاعبي نادي انبي، يعني حاجه يعني بصراحه لا يصح ان احنا نتكلم فيها وعمرنا ما هنتكلم فيها، لان احنا او النادي الاهلي اكبر من هذا الموضوع بكتير جدا جدا جدا، والرياضه لا تحتمل مثل هذه الامور. خلينا نبقى واعيين وخلينا نبقى كبار وخلينا نبقى شايفين اللي بيحصل ايه قدامنا. انا ده الكلام ده انا بوجهه طبعا لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، مش لجمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي عارف كويس جدا وبيعرف يفرق. يعني لما تبقى انت واقف كده، معلش سمير ابعد شويه، لما تبقى عارف كده والجون قدامك فاضي، جون فاضي اهو، يعني الجون اهو مثلا فاضي قدامك، ما الكره تحطها في بطن رجلك كده تيجي جون على فكره سهله، يعني الموضوع بسيط ما فيهوش اي حاجه. لكن احنا دايما نقول ايه؟ ما فيش توفيق عند اللاعب ده. هو ده اللي هنقوله، هو ده اللي احنا هنقوله، مش هنقول ابدا ان حد كان قاصد ان هو يضيع، عمرها ما هتحصل، عمرها ما هتحصل. ولكن جون فاضي قدامك بطن رجلك سهله تعملها كده ببطن رجلك تخش جول، كره بدماغك تحط في الجول ليه؟ حط بعيد. ففي حاجات كده ايه بتبقى واضحه، ولكن احنا في النهايه النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي الحقيقه لما تيجي تتكلم هنتكلم بمثل هذه الامور، عمرنا ما هنقول حد بيقاصد او حد، لا لا مش احنا، مش احنا اللي نقول مثل هذا الكلام. احنا نقول ايه؟ مفيش توفيق النهارده، ماشي نكمل ونشوف ونساند فريقنا ونشوف الفرقه دي هنفضل نساندها، لان هي فرحتنا في 6 بطولات في سنه ميلاديه واحده من اغسطس اللي فات لاغسطس اللي دلوقتي، 6 بطولات بسم الله ما شاء الله، ربنا دايما يديمها نعمه ويفضل دايما جمهور النادي الاهلي واقف في ظهرنا ويفضل واقف في ظهر فريقه وجهازه الفني ولاعبيه، لان هو ده الاساس في كل شيء.